والدالة اللي بعد كده وهي الدالة سام اف. الدالة دي أوسع شوية، بتقدر تختار أو تجمع البيانات بس بشرط معين. يعني على سبيل المثال أنا عندي دلوقتي بيانات الاسم مثلا والقيمة الخاصة بكل موظف سواء إجمالي أو مرتبات أو مبالغ أو أي بيانات متفرقة، ومحتاج أجمع كل البيانات الخاصة بخالد وكل البيانات الخاصة بمحمد وكل البيانات الخاصة بأحمد وهكذا. هجمعها إزاي؟ هجمعها عن طريق الدالة سام اف، والجمع والإجمالي بيكون عن طريق شرط. لازم أضيف الشرط سواء أضيفه ديناميكي في خلية معينة يتغير على حسب البيانات. يعني لو غيرت مثلا اسم محمد هنا، احنا مثلا نخلي البيانات هنا value وهنكتب هنا الدالة سام، هنكتب يساوي وهنكتب سام، هنلاقي الدالة سام وسام اف وسام اف الثلاثة موجودين مع بعضهم. هنفتح الدالة سام اف دي اللي احنا محتاجينها دلوقتي. الدالة دي بتشتغل بشرط واحد، يعني الفرق بينها وبين الدالة سام والدالة سام اف انها بتشتغل بشرط واحد. الدالة سام بتشتغل بدون شرط، بتجمع البيانات اللي انت محتاجها او الخلايا اللي بتحددها، والداله سام افس بتشتغل باكتر من شرط، تقريبا 127 شرط. هنشتغل دلوقتي على الداله سام اف اللي هي بتشتغل بشرط واحد. الشرط الواحد اللي هو ايه؟ احنا هنقول له استحضر البيانات اللي موجوده داخل الاسم هنا، يعني بناء على الاسم اللي موجود هنا هات لي القيم اللي موجوده قدامه والاسم هيكون موجود هنا. هندوس على تاب علشان نعرف ايه هي معطيات الداله. معطيات الداله ثلاث حاجات: الرينج والكريتيريا والسام رينج. الرينج وهو المكان اللي هيحدد فيه او اللي هيبحث فيه عن بيانات معينه، والكريتيريا وهي الاسم اللي هيبحث بيه في مكان معين. يعني الرينج المكان اللي هيبحث فيه، الكريتيريا الاسم اللي هيبحث بيه، السم رينج المكان اللي فيه القيمه اللي هيستحضر القيمه منها. هندوس على اف اكس هنا علشان نشوف معطيات الخليه. الرينج وده المكان اللي هيبحث فيه. ممكن لو انت هتختار عشان ما تقابلناش مشكله فيما بعد لازم ندوس اف 4 علشان نثبت المكان اللي هنا، ولو مش هتثبته لازم تختار العمود بالكامل. بس لو هتختار منطقه معينه يفضل ان انت تدوس على اف 4 عشان تثبتها، عشان لو سحبت الداله في منطقه ثانيه الداله او البيانات ما تتحركش معاك. نختار العمود بالكامل، الكريتيريا وهي الشيء اللي هنبحث فيه سواء خليه دينامية أو لو انت عايز تكتب هنا الاسم تكتبه، بس يفضل ان انت تكتبه في خلية علشان لو غيرت البيانات اللي موجودة هنا البيانات تتغير معاك بشكل تلقائي. والسام رينج وهي المنطقة اللي فيها القيمة اللي انا بطلبها، تمام، وهو العمود دي. وندوس على اوكي، نلاحظ ان هو استحضر القيمة، ولو سحبنا البيانات اللي موجودة هنا هنلاقي كل البيانات ظهرت على حسب المعطيات اللي موجودة. ولو كتبت هنا اسم محمد ودوست انتر هنلاحظ ان هي نفس القيمه اللي موجوده في الخليتين. ولو غيرت اي بيانات مثلا خالد هنا هيكتب قيمه مكانها، ولو كتبت محمد هيكتب القيمه اللي موجوده هنا. هو هنا يعتبر بيفلتر على اسم خالد من هنا ويكتب القيمه اللي موجوده قدامه. يعني مثلا لو فلترت هنا عملت فلتر، ندخل على داتا ونفلتر ونبحث مثلا عن اسم خالد او نبحث مثلا عن اسم محمد، هنا محمد اجمالي 1569، وهنا لو فكينا الفلتر عشان اشوف محمد القيمه اللي عنده قد ايه 1569. احنا كده عرفنا ازاي نستخدم الداله سام اف. احنا كده وصلنا لنهايه الفيديو، اتمنى الشرح يكون عجبكم. ما تنساش تشترك في القناه ولايك للفيديو، واستنونا في الحلقه اللي جايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.